بعض الحاجات الصغيرة قوي في قراية النوتة. انت عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. اهلا بيكم، النهاردة هناخد تشكيلتين تلاتة كده من اللي هنقراهم كتير واحنا بنقرا في قراية النوتة. في حاجة لازم نعرفها في قراية النوتة، اللي هي النوتة المنقوطة. النوتة المنقوطة لما تلاقي النوتة جنبها نقطة، لما تلاقي جنبها، وخليك محدد، جنبها مش تحتها ومش فوقها، جنبها نقطة، ده معناه النوتة ديت مرة ونص، مرة ونص. فلو النوتة دي مثلا مينيم، النوتة دي مينيم زمانها اتنين، ما بعدهاش اتنين بتبقى تلاتة، اتنين ومعاها واحد كمان اللي هي نص الاتنين يبقى تلاتة، فالعد بتاعها بيبقى كده 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ليه؟ لان مكتوب جنبها النقطة ديت، معناها زود الزمن واحد او نص من الزمن الكلي بتاع النوتة ديت. طب لو كانت كروتشت، لو كانت كروتشت هتبقى كروتشت ونص، فيبقى تبقى واحد ونص، وطبعا لازم تكملها بنص تاني، هي واحد ونص وهنكملها بنص واحد تاني، واحد نص ونص، واحد نص نص، واحد واحد نص نص، واحد نص نص، واحد نص نص. فبنكمل العد بتاع النوتة ديت نص العدد التوتال بتاعه اللي قبل كده بتاع الشكل اللي احنا شايفينه ده. هناخد كام حاجة كده مشهورين في قراية النوتة، تشكيلتين تلاتة كده بنقابلهم على طول. يعني اول تشكيلة منهم اللي احنا شايفينها دي عبارة عن كويفر واتنين سيمي كويفر، فبتتقري كده تا مع نزولة رجلي تا وتا تا مع طلوع تا 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 تا. طيب العكس بتاعها بقى تا 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 مع نزولة رجلي تا تا ومع طلوع رجلي تا 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 تا. طيب حلو قوي. في كمان الكروتشت ونص ومعاها نص، هنعمل نوتين مي وفا، واحد نص فا، واحد نص فا، واحد نص فا. دي مشهورة جدا برضو هنقراها في النوت كتير. فبعد كده هنبدأ ان شاء الله في الحصص بتاعت النوتة اللي جاية، هناخد تكوينات من سطور، هناخد سطر عبارة عن فيه مثلا حاجة بيسموها ريف او سولو مثلا لأغنية مشهورة احنا كلنا سمعناها، او مثلا ملحن عالمي عمل حاجة مثلا صغيرة او مقطوعة احنا كلنا عارفينها، هناخد سطر منها بس ونعمل كل سوا القراية بتاعت النوتة بتاعتها والعزف بتاعها، فانت تقدر تطابق القراية مع العزف. بالطريقة تانية كمان انك انت الانترنت موجود ومليان الحان كتيرة معزوفة، فانت تقدر تشوف اللحن وتشوف العزف بتاعه وتقدر تسمع وتقارن بينهم عشان تقدر تعمله. في كمان حاجة تانية، اللي عنده برامج سوفت وير بتاعة كتابة النوتة، في برامج سوفت وير معمولة منها كتير جدا مجانية سواء على الكمبيوتر او على الموبايل او على التابلت، حاول تنزل برنامج منهم وتركب الالحان وتكتبها، تكتب النوت وتسمع اللي هتتكتب دي، البرنامج ده بيعزفها لك، هيعزف لك النوت ديت، فانت تقدر تسمع التشكيله اللي انت كتبتها دي، ولما هتتقدم شويه هتقدر تطلع اغاني، تبقى عارف السلم بتاعها ايه وهتبدا منين على الجيتار، وبعدين تيجي تكتبها بقى تروح داخل ومجرب التشكيلات ديت لغايه ما تطلع معاك الاغنيه وتطلعها موزونه. واشوفكم الحلقه الجايه.